نذهب إلى سؤال رقم 3، وطلب منا معادلة التنشيط والتخميل لمتمن مشغولة 8. قبل ما نكتب المعادلات يجب أن ننظر إلى المتمن. ففي مرحلة 20 تنشطها المرحلة القبلية، وهي مرحلة X23 مرفوقة بشرط X2 بار، أو ينشطها متمن الأمن وذلك عن طريق مرحلة X200. كلنا نعلم أن متمن الأمن ينشط مرحلة ابتدائية لكل أشغلات ويخمل باقي المراحل لكل أشغلات. إذا معادلة التنشيط هي X23 في X2 بار زائد X200. أما معادلة التخميل فهي المرحلة البعدية فقط، فX20 تخملها مرحلة X21. نذهب إلى X21. معادلة التنشيط هي X20 في شرطي انتقال X2 في X104. أما معادلة التخميل فهي المرحلة البعدية X22، أو في حالة وجود خلل أي X200. أما مرحلة X22 تنشطها مرحلة قبلية X21 في شرط الانتقال W1، وتخملها المرحلة البعدية X23 أو X200. وآخر مرحلة X23 تنشطها X22 مرفوقة بالشرط W0، وتخملها المرحلة البعدية والتي هي X20 أو X200.